يعني لأول مرة هذا الأسبوع نجد في المفاوضات السياسية والعلاقات الدولية إنه البوصلة معظم الدول سواء هنا العربية والاتصالات والمجهودات الكبيرة اللي مصر بتعملها مع قطر وأمريكا حتى أوروبا على مستوى الأسبوع الماضي شفنا كبريات الدول الأوروبية بريطانيا وفرنسا وألمانيا مطلعين بيان يطالبوا فيه بالتهدئة ووقف إطلاق النار. هاريس النهاردة طالعة بتقول يجب ان المنطقه تهدأ ولازم نرجع الرهائن ووقف اطلاق نار. العالم كله بيتكلم عن وقف تهدئه الا نتنياهو بيفتح جبهات كل يوم جديده ولا يستمع لاحد. هو الحقيقه استمع الى صوت نفسه، لان هو في لحظه هذه الاحاد المحيطه به في السياق الغربي عموما سواء كانت امريكيه او اوروبيه تبدو مشدوده خلفه لا ضاغطه عليه. خلفه بسبب التطورات الحاصلة في المشهد الأمريكي بالذات. فكرة الاختناق متعلق باعتزال بايدن قبل الأول، انسحابه يعني من سباق الرئاسة في دخول هاريس، وجعل نتنياهو في وضع متسيد لدى الأمريكيين. ودعك من الأوروبيين، الأوروبيون دائما ما يتبعون الأمريكيين. لاحظ انهم يقولون كلمات اضافيه ذات طابع انساني والى اخره، لكن الدول الاوروبيه الاساسيه هي منقاده بالطبع لاراده واشنطن للسياسه الامريكيه، واراده واشنطن محتجزه في هذه اللحظه لدى نتنياهو. صحيح انه في تفسير طبيعه العلاقات الاسرائيليه الامريكيه هناك نظريتان متعارضتان، من يقود من يضغط على من، صح؟ هل امريكا في المواقف في المعنى العام هناك كما قلنا اكثر من مره نوع من الاندماج الاستراتيجي بيجعل ان مصلحه اسرائيل هي ذاتها مصلحه امريكا، لكن في مواقف معينه في التاريخ القريب كانت كلمه الرئيس في واشنطن او حكومه اسرائيل في واشنطن اعلى. على سبيل المثال بوش الاب بعد غزو العراق للكويت والى اخره، ومؤتمر مدريد وضغطوا على شامير، ويعني حصل ايضا ريغان في وقت معين ضغط، يعني هي فقرات عابره. طبعاً. لكن المجرى الرئيسي ان هناك اندماجا بين الطرفين لهما طرف واحد. كويس. وطبعا عبر عن ذلك يعني وزير الخارجيه الامريكي بلينكن اللي في الجوله العاشره له في المنطقه الان. في الجولات الاولى قال ايه؟ قال أنا جئت إلى هنا أي إلى إسرائيل كيهودي قبل أن أكون وزيرا لخارجية أمريكا. فهو وطبعا الموضوع مقفول. وبايدن أيضا قال أنا صهيوني وكذا، أنا لست يهوديا لكنه صهيوني منذ نعومة أظافري وإلى آخره، وفخور بصهيونيتي. فالمأزق الآن أن هؤلاء الذين بذلوا كل شيء من أجل إسرائيل، حتى الاحتشاد الراهن الذي تراه بالغواصات النووية وحاملات الطائرات واربعين ألف جندي أمريكي في المنطقة وإلى آخره، احتشاد عسكري كامل، كل ده للدفاع عن إسرائيل. حضرتك قلت هنا أنه الإرادة الأمريكية محتجزة عند نتنياهو في دائما في عامل حرج ده اللي هو بيسموه عامل بطل عرجاء في لدى أي رئيس أمريكي، لو عامل رابع عام الانتخابات، تزيد فيها فرص تأثير اللوب الإسرائيلي وإسرائيل أو حكومة إسرائيل في تل أبيب يكون صوتها أعلى. صحيح. حتى في لحظات التصادم لاحظ على سبيل المثال أن أوباما لم تكن بينه وبين نتنياهو أي كيمياء من أي نوع، كان متعارضان، إنما عند اللحظة في حين اقتربت لحظة نهاية الرئاسة الثانية لأوباما عمل ايه؟ عمل اجراء يبدو يتيما يعني قليل الحدوث، اللي هو انه دفع امريكا في الامتناع عن التصويت في مجلس الامن ضد قرار يدين المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية والقدس. صح. طبعا لما امتنع عن التصويت صدر القرار، واوباما هو لم تعد له مصلحة لان هو خارج، هو اصلا قضى فترتين وخارج. صحيح. الى الحياه الفرديه. فبالتالي لكن في نفس اللحظه قبل ان يغادر البيت الابيض وقع على قرار يمنح اسرائيل عبر 10 سنوات من وقته من 16 ل 26
من 2016 ل 2026 38 مليار دولار أسلحة. مظبوط. بالضبط كما فعل بايدن أو كما يفعل الآن. لما في نفس الوقت يريد أن يضغط على نتنياهو لوقف إطلاق النار في غزة، وفي نفس الوقت هذا لا يمنع أنه وقع على صفقة سلاح ب 20 مليار دولار. صح. طائرات F-35 وغيرها وغيرها وغيرها. مظبوط. فهذه اللي احنا بنسميه أحيانا في بعض ملاسناتنا ازدواج في الموقف. لا، أولا حقيقة الأمر ليس هناك أي ازدواج. هناك موقف واضح جدا. هو اندماج. هو اندماج. ما فيش ازدواج ولا حاجة، ولا مواقف مزدوجة. احنا اللي مواقفنا مزدوجة، أو مواقف بعضنا وبعض دولنا مزدوجة. إنما هو موقفهم واضح ساطع قاطع. طيب جوه إسرائيل، يعني احنا دلوقتي بنتكلم على انه معظم دول العالم، القيادات الكبرى في العالم بتتكلم عن ضرورة وقف إطلاق النار، وانها خلاص اتجاهها السياسي التهدئة وقف إطلاق النار. صحيح. وصفقة عودة رهائن وما إلى ذلك. ونتنياهو زي ما حضرتك تفضل قلت انه نتنياهو لا يستمع الا لنتنياهو. صحيح. ولا يرى الا مصلحة نتنياهو. صحيح. طيب لما تتعارض مصلحة نتنياهو مع مصلحة اسرائيل نفسها، هل ممكن البرلمان، الكنيسة، الحزب، الاصوات العاقلة اذا كانت توجد في الكيان الصهيوني، يمكن ان تقف وترضع نتنياهو، ولا خلاص هو جمع امره؟ يعني نريد في هذه النقطة ان نراجع انفسنا ايضا. انا قلت اكتر من مرة انه من 30 سنة على الاقل في اتجاه الى اليمين، ما نسميه اليمين داخل اسرائيل، او ما اسمها حتى الرئيس الاسرائيلي نفسه هيرتزوك الحالي حين اقتحم بن جفير المسجد الاقصى بالاف المستوطنين وكذا وكذا وكذا، سماه التيار الكهاني. اللي هو كهانة، الحاخام كهانة، اللي قتل في النهاية على يد مصري في نيويورك. فكرة الخوف، فكرة تطور الإحساس، الشعور العام في الكيان الإسرائيلي بالرعب من المستقبل. أي. نتيجة التزايد والتكاثر الملحوظ اللي كان مضطرد لأعداد الفلسطينيين فوق الأرض المقدسة من جديد. تمام.